البند وينه يا موسى؟ ما تشوفه؟ موجود ومقدر. موت. لا عاد يصير. بس خلاص خلاص. والله خلاص زبط زبط. خلا لا تكفي ولد واجد ما. والله واجد ما والله واجد. طيب واجد. اصبر اصبر. قولوا لا إله إلا الله يا رب. حاضر ما هو واجد. نعم هو بعاد. الله عاد. اعتبرها لا لازم اعتبرها امرقه لا والله لا مرق وراس يعني ما اعتبرها لا الواحد اي والله بعدين يجيك نزله معويه بطنيه نزله معويه بطنيه اخو حمد اكلبي انت صادق نشوفك تعدي أبربر كون نصير انا وياك بس 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 هذا هذا يذوق بذوق بذوق بس يلا اضف وجهك بذوق اضف وجهك سافر سوى دوق اقدم منه على ما ين اخو يعني تاكل الحين يجيك عملنا والله باقي والله باقي لا لا والله خلاص والله باقي له ربع كوب يا رجال انتم تسمحوا لي اكل معكم ولا بره بره محمد لو تبغي اروح نقاش تعطيك اياه الله يجعلني فداك الله يجعلني فداك اسامه الله يجعلني فداك اسامه بن عوضه على شل مدومي اسامه بن عوضه اسامه بن عوضه اسامه بن عوضه اعطني ملعقه اسامه بن عوضه اعطني ملعقه اعطني ملعقه اعطني ملعقه ما في اخي برا برا ابو عوضه يجعلني فداك ابو عوضه ابو عوضه برا برا عشان الجو بارد اي عشان براد عشان براد لا 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 برا 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 هنا حر هنا الله يزيلك يا حي ذا العين سيف حي ذا العين حي ها سارة سارة الليل مشغل الحماسة وابو تمام الملح الماء قبل شوي وايد تعال تعال علينا تعال علينا تعال عبود قبلنا قبلنا عبود شو الماجد الشهري تعال اي والله ماجد الشهري طش ورا طش هذا قاعد تسدح شفت خلف الرجع بيرقد بيرقد شوف الرقاط الله الله يا عيون على نعمه على نعمه ماجدوك ماجدوك النوم ساعه هو يفدم يفدم مره سلاح يدرج والله شغله عادي ترى يجلس هنا عادي كان هنا اول والله شغله مو زين وسومك وضح لحيه يدرج يعني لحيه قلت ياكل ما ادري هو يعني قرقر زياده ايش يشوف يطحن يطحن قرقر ما ادري قرقر زياده طبخ تماش صح لا تخاص لا تاكل قوم طبخ تماش ذقتها لا ابو عضه ابو عضه تدري لو انه ما يسوي شيء بس ما يغط اصبعه يا انا ما قلت امدح احنا بس طلع ابو عضه هنا لا 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 ابو عضه اجرب شوف تركب شيء ما كريت شوف صامت لامط كيف صامت لامط والله صامت لامط صمطاء صامت لامط يعني هبلها بن والله عندها هبلها حلبة هبلها قربة هبلها صليط هبلها حلبة يلا صليط شنو زيت السمسم طيب وش معنى القب وش معنى هبلها حلبة اعلان بالعافية هذا هبولها زيت سمسم هبلها زيت سمسم هذه مريض فاهم فاهم الاعلانات غلط سيوف ذيك هبلها زنجبيل ما طيب موسى ايش معنى ايش معنى هبلها قربه يلا ايش معنى هبلها حلوه هبلها مقدار قربه انواع قربه حار يعني شد فمك يعني معناها كذا شد فمك شد فمك بحلبه على ما قال عاد زاد راح يطلع يشد بوزك بوزك ايضا ايضا زي ودي والله اني فاقده والله ما تدري عنها الا يوم قلتها والله العظيم وشو لا لا انا تدري شو راح وجين رقدتها جنبك ما ادري ايش عندك سيوف تدري انا اليوم اول واحد طرالك عايز مكني ومكني عيك اول شخص طرالك عايز اليوم شخص هذا بس تدري ايش اللي فقدته اليوم من الصبح ما في ازعاج ما في شيء ما في صيح طلع والله العظيم ابوك قصبي بعدين جات غير محلات سيف راح مكاني كم باقي قلمك كان عاد زايد يزيني يوم يقول بس زايد بن الجهديك فاضي كله يا رجل والله اني قد قمت من النوم ميت من الضحك من عايضه زايد ساعتها الله يفكريني ابن زايد ابن زايد كومك ابن زايد
أثني سويت أنا. بسم الله. بسم الله عليك أنت. حجر الله الشياطين. أوه. حركات حركات شفت حركات. لا 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 بسم الله. بسم الله. حتى يوم قلت بسم الله على قلبك. إيش بك؟ قام يفتح قدام قام يفتح ورا قام يفتح على جنب. شنو شفتك أنت جيل رضاعة حليب. ما في ملاحق والله. جيك رضاعة أنت. والله ما في ملاحق. الملعق والله خلص. طيب هو بيجي الحين ولا نهايه البث ولا بعد البث لك يا ما تتبع مو تتبع ملعق يا ما تبي انت بنعوضه اول اندومي يومين والله اول اندومي يو نروح الكويت متى تبي انت متى تبغاه يجي اسامه سالتك متى تبي يجي الحين اول مره تسوي والله مبدع اخوي قاعد بسم الله والله ايه تسمعني يوم قمت من النوم فالله علاني شو اسوي؟ بسم الله اثرني كنت ما ادري اتحلم وما ادري ايش قومي هو راقد جنبي. واتمسك في يده واقعد ابقسه. قام ابقسه اهاد اهاد. من هو؟ انا وانا راقد. اضرب عيض زايد بقوس. والله تعزه من زايد من الله. ايش هذا الموضوع؟ لا اتحلم. ابوك يا صبي. ابوك يا صبي. ما بدلت. ما بدلت هل بدلت انت شلون ما تعزمون ولا تجي في واحد اسمه والله يا احمد انا حتى عزمت اسامه الارزاق يا احمد الله مقسم الارزاق من حضر التصمه من اقتصاد لا لا احمد احمد لا جت الارزاق والله تبغى صراحه حلو والله تبغى صراحه خالف انا يوم اني دخلت وشفت تشيني هلا اشوف الشاشه فيها قاعده تندوميكم وزعلت والله صراحه يوم الروح هو يعني انهيرت علينا اي زعلت سلامات اما هو زعل عشان دخلت من الاعداد احنا عند الاعداد مو عند الاعداد عند احمد يا كبر هذه خايف مو احنا عند الاعداد ايوه الفرق بين الملعقه والكريك ان الكريك اكبر من الملعقه هو الاعداد والله ذي حلو اقسم بالله اني بقى خلاص بقى يعني اعتمد هذا الملعقه هذا وجار والله فنان ليش انا جبت هذه؟ تدري ليش انا جبت هذه؟ هذه لقمتين شوي شوي يا واحد انا مشكلتي طال عمرك ضرب اثنين اللي في الواتساب دقه والله اقتلك قتلك صراحه حتى في منحر طيب قتلك معناته اضحك طيب معناته اضحك طيب احس انه هو فعلا قتلني يا رب يا رب والله جبت هذه في ليش يا معاد ابو علي جبت هذه لانه انا من النوع اذا سولفت انسى روحي تنسى روحك فلازم تاخذ شيء قلت خليني اخذ الكبير عشان خلاص لانه انا ادري انه نظامكم ما شاء الله والله قال عبد الله من حضر قسمه في الاقتسام هذه الايه والحديث صح؟ حديث في ايه ما ادري ايش ما ادري انا قلت بس المهم انه يعني نقتسم عاد في يدي في يدي ما هو برح يا احمد اوه طاحت هنا طاحت لكم العواشه طاح ندومي يا ندومي طاح يا وجه ندومي يوه انا في الله والله انك كثرت الفلفل يا علي على حدري والله على حرقت ام المعي والام والمري وكل شيء وعليك سيوي كل ودك ساكتين وعليك سيوي لا لا عادي تتكلم صرش بسم الله بسم الله عليك يا فضل ربي بسم الله الرحمن الرحيم الخوي على منا كفو يا سيف باقي ما انت تبي تنام اوكي اوه يا حيدر عين هبل احد انا بطلو لقطت وانا بطلو فكرتي لقطت تلقط مثل ما يلقط السمك من البحر الدنيا ساعه يا ابو عوضه يا والله واسعه غير والله سواد والله صدق والله تعشوا 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 عليكم بالخير ويعلى احلى من طعمه الله بالله يا عيال اسالكم بصراحه اسال يا قلبي بس ليكم جنبهم صراحه بدون طقطقه والله ابشر وانت يا طارق علي هدي شوي لبه لبه يا احمد بس عيون يعني فقدتوا عيض الزايد انا شوي خلصنا هذا المحور بالله انت يعني حمد الاندومي ليه؟ انت والله الحلقه الاخيره صح اي والله انا بالنسبه لي ما فقدت شنو؟ يا ريت اخوي اكتشفت ان اخوي انا تخيل العود الله يطول عمرك اسمع الريحه شوف الدبان لا خله ربيت سنتك شنو رقعات انا ربيت عدوه خله يلا لا يا ماجد مو تخم اصبر مو بتروح تعشي جماعتك كلهم ان شاء الله يلا غبي خليني اخذ شوي مو غيرك ابو عوض لا ولا نعم كله بزودك بزودك موجود سيف معدتك والله ولا لسانك ايش تقول خلاص خلاص
تعبت قهوة على كرك على كرك على كرك اصلا المعدة ترى ما تدري العقل اللي يتحكم يعني تأكل اي شيء ما تدري المعدة ما غير هي مكان تحتفظ في تسحب الاشياء الفائدة وتترك ايوه جعمة تحفظ الاشياء بس والله كنت متوقع اني باخذ الاول او نايف اي الاول قاعد تضرب الشوكولاته اي اول وش والله العظيم انه ابدعنا يا رجال والله انه ابدعنا والله حلال غير ايه طلعت الكريم ها طلعت الخزات احسن لا عشانكم طبختوا قال انهم تعلموا يا ولد والله انا سد موزك يا سيد منو المركز الاول خذ المركز الاول اكيد هو اللي يخفى القمر ما هذا الغرض لا العويسي 1000 نقطة ايوه اعطيني نقاط من نقاطك والله ابشر انت ترى يعني انا اقولك صراحة والله ابشر عليك يعني ابشر يا اللي بتجمع خلاص خلاص يا شباب نشهد عليك وعد النبي قول ابشر خلاص خلاص ليه ليه يعطيك نقاط هذا ما فعلته يمنع هذا ما عندي هي عرق جميل انا ادري ادري انا اقول لك كف زين ذبحنا كمل هالكفو هذه وعطني 500 نقطة لو يوافقون بشوف بفكر مع نفسي واشوف اذا بعطيك ولا لا واجد تعب حلو فكر والله يا ابو الوضع صعب بدا خلاص ذي دربك ركبتك في زغني يا اخي الخفي ما عليك منه لكن انا اتكلم عن العنن العنن اللي صعب انا اعطيك 500 نقطة ريحة الحسا شم لا 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 اعطيني 50 اعطيك كلب ايش ذي ريحة الحسا اعطيك 500 نقطة ايش ايش بده يقول اعطيه 500 يعطيني 500 نقطة اعطيه لا 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 ترى هدية ما ترد ريحنا ما هدية ما ترد والله يا احمد انغالي انا هديتك يتخمرون الجماعة رد لي يا هدية هذه احمد 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 اشتهد اشتهد يا احمد وشد حيلك انا والله اني اجتهدت من الحلال ودخلت على اينم وخيت معلومات من الرجال اللي به اللي قلت بس واعطيهم واسترسل واكيس حتى من عندي كيست حتى شيء ما هو موجود بهذيك عبودي يا عبودي وكملت بس انت كان يعني طريقة غير ثانية يعني كانت عادية يعني طريقتك ما كانت انت كنت موجود اصلا ايوه انا متابعك انا جنبك في السوق الجو انا جو حرام يا ربع صلوا على النبي عادية كانت انا جنبك ايوه بالله والله سلك لي لا والله مصلي سلم والله اني جنبك والله اسلم شريت ابشر بالله انزل قعدت يومين حلو انزلفت ايوه وش وش ذب وش شريت اسمع لا والله نجي اسمع والله نجي شريت طقمين على حساب العويس لون واحد اخضر واحد اصفر انا طالبك طلبين شريت طقمين يا سيف لا انا بسرع سيف شريت طقمين اخضر واصفر وعلى اساس اني بدخل باثير ضجه وانزرفت حتى يا ولد فنايل الدخلي والمخاد والشراري بدو كرامة كلها تنزل بس من دبع الله نجي كلوه خلاص تنزل في اخ ما ادري كيف الله لا يخسر استخدمت الا يوم بس ابشر والله بالعوض يا سيف والله راسك العوض يا خلف انا قلت للشباب وبرجع اقولها نسوي مزاد في سرير في نص الغرفه وكل واحد يجيب الاغراض حقته ويحطها في كيس ومزاد اذا الواحد خلاص ما بيفشخ يشتري على الاقل علشان ايش يرجع لك مبلغ مادي ترتاح شوي يا كذا ما يسولف شويه يا حبيبي يا كثر ما انتم تسوون مشاهد يا كثر ما انتم تسولفون يا كثر ما في اشياء في الخاطر جايني بدول بعد حلو لا صدق صدق انا من اليوم ساكت هادي خليني اسولف اخذ حقي سولف خلاص يعطيك العافيه معاذ الله يعافيك اعطي الفنجان عشان تزيد السوالف يلا 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 اخر واحد شله لا والله انا مخلص من زمان اقسم بالله بس ماسك كمال عجيب انا ما اشل انا بشل والله ما يشل والله ما يشل الا انا خلاص انت الطيب سجلوا انا الطيب يا معاذ الغرام وعدك ذكرني لا والله وسام بن عوض الله يبيض وجهك سبحان الله ما ينداق الاندومي هذا ما قد دوم بيض الله وجهك يا وسام والله ما ينداق والله احمد الله على النعمه فديت وجهك يا وسام ولبى قلبك فديت وجهك يا زين اللهجه الله يجزاك طبعا ما شاء الله تبارك الله البقايا اسمع اللي ينظف يشلشل كمان البقايا ارت ارت والله ما تشوف والله ما تشوف لا لا حط حط الكاس هلا يا رجل بغسل يدي اصلا يا اخي عشان الذبان لا يتكثر الله يجعلهم بالخير يا ربع جلسة العويسي ولا جلس فيها الا مرتين وعفست والده والدي الشيطان يوز مأزع عشان كذا يطشطشون في كل مكان خلاص خلاص الله يبيض وجهك خلاص خلاص فديتكم الله يجعلني فدوى يا حمودي خلاص ترى هذه الامور زينه فديت وجهكم ايش بكم عادي والله الاوضاع زين الله
يجعلها كل ايامنا خير وسعاده ورضا وتوفيق. تركني ساعه الشده ان الله يجعله في مهب الريح رايح، والله لا يرد عدو اوده، ويجيني كل شيء كل يوم بوجه فاضح، ويا الله لا تجعل لنا حاجه عند الخوي اللي في قلبه خساسه. يخرب بيتك. ايوه تراني شاعر بس اني يلا عسى من تركني ساعه الشده. الله الله تحده ظروفك تهلين ياتي اجلد. ايوه اللي يعطيه مطلوبه ولا رده وشوف فرق المراجع. اللهم صل عليك يا نبي الله. يقول واحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بلحمي وجلدي والجلد طفح. والله اني اسمعها كنت في واحد يلقيها بصوته للمتنبي، اتوقع يلقيها بصوت طربي يا شيخ يتكلم باللغه العربيه الفصحى، وهي فصيحه اصلا يا ولد تكون رنانه في اذنك. والله اني ارقد والجو لا 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 كذا 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 يقول يا خلف. ومن بمثلي وحالي اسمع والله انه يقولها كذا. وحر قلباه ممن قلبه شبم، والله قلبه شبم. وش بعدها؟ ومن بمثلي وحالي عنده سقم، ومن بمثلي مالي يكتم حبا قد برى جسدي، ويدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم. يا سلام يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم الحكم. الله سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا أيوة. بأنني خير من تسعى به قدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. علي ما أدري إيش قال، عليك هزمهم في كل معترك. أو كلما رمت جيشا فانثنى هربا، تصرفت بهم الأقدار. وما أدري إيش قال، امو عليك هزمهم في كل معترك، وما عليك بهم عار اذا هزم. والله شوف البيت، والله يعني انت عليك انت بتهزمهم خالصين. هذا المتنبي ولا هزمتهم انت ما يلحقهم عار. بس هذا المتنبي صح؟ المتنبي ان شاء الله اذا طلعنا في سيف الدوله خير بعد 90 يوم، والله لا سمعكم اللي يلقيها يا ولد. وحاط عليه معزوفه غنيه كذا، تحس انك في العصر اللي كان فيه المتنبي ولا التاريخ. والله اني ناسي اسمه، بس اني مشترك عنده في قناه في اليوتيوب، ينزلوا عليها مشاهدات غير طبيعيه. فيه اللي يقول السوداني اللي اجلس تعني في ذاك الشيطان يوزع كل انا عندي انت تشيل عندي ايش فيك؟ اسلم زين اجلس. المهم على السريع ما هي شيء. السوداني اللي السوداني طال عمرك اللي راح وين راح؟ السوداني اللي راح لدوله ثانيه بيعالج. فالمهم انه يطالع للدكتور او كذا. ادريس جماع. ها؟ ادريس جماع. ايه ادريس جماع. فاشتكت منه، قالت للمدير، قالت انه هذا ازعجني بنظراته وكذا. فقال له ايش قال له؟ قال له شلون ايش قال له؟ البسي نظاره شمسيه. البسي نظاره شمسيه. اي عشان ما ايوه. اي فالمهم يا طويل العمر فايش قال؟ قال السيف في الغمد لا تخشى مضاربه. لا تخشى. لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالين بتار. الله يا هذا أيوة. هذا الحب النقي. ادريس جماعه ادريس, إدريس جماعه هو اللي تكلم عن حظه. يقول ان حظي كدقيق فوق شوك نثروا. الله الله. ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوا، صعب الامر عليهم، ثم قالوا اتركوه، ان من اشقاه ربي كيف انت تسعده. الحب شو الفكره؟ الحب الحب نعمه في زمن النسيان، الحب شيء عظيم. لكن انت الحين ليه بدي الله يجعلك هذه ينطلها والله ليه هذا يتوجهك اني كنت بشتل لا وارجم بافيته خلاص في الدراما فيتي 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 والله انت خليها والله انت خليها ما يشل الا انا حلفت انا قد قلتها من اول لا تكفرني تكفر حلفي والله انا قد حلفت قبلك خله فديت وجهك ما والله اني بشل ما عليك انا والله اني قد حلفت خلاص عشان اني حلفت فديت وجهي يوم نصومت استغفر الله لا لا استغفر الله كفاره جعلني فدوتي انا بشله مخدوم مخدوم يا ابو محسن جعلني فدوتك اقول الله يطعني عنك لب والله روحك اجيكم زينه وش السوالف اللي عندكم السوالف يا ابو فالح ها ابو فالح ابو فالح كفو تحرمها السوالف ان اليوم راكد هادي احس يعني الهدوء نعمه في بعض الاحياء عن بعض الاشياء العب سجاست يا رجال لا لا ننظفها يا رجال بس المشكله الغبار اليوم والله اليوم الظهر يا انها معجاجه ما قدرت انام غبار غبار والله سوي العيش ذرب والله ما يجيكم ولا يقول وسخت ولا يقول
لا لا ننظف والله انه يبشر بكل خير يبشر بنا في كل وقت وفي كل حزة وقت الجاهلية ووقت الإسلام ووقت كل شيء صعيبي. ايه الله الله صحيت وداخل القلب دكاك دكاك والصبح طلع وما احنا ناظرينه ما ادري انا في حلم ولا في وقت من الاوقات اثري والله في وقتنا طبيعي. هذه من عندي ترى اخذت اول بيتين بس والباقي من عندي والله ادريها من عندك. وانا والله اني اجامل على حسي واقول يا نفس خليش كنش طبيعية في وقت ما ادري ايش ايوه ما ادري. المهم ان يعني لازم الواحد يجامل ويمشي الامور ويخلي الاوضاع زينه. المهم انا بشد انا ابنك تشد الرحال. اي نعم لا بروح الاكسجين منقطع بروح الشباب تكفى يا خلا